أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في هاي الحلقة الاستثنائية. طبعا هاي الحلقة أنا سويتها علشان موضوع الرصد واللجم وإلى آخره والسحر والأمور هاي. تمام، حكينا في بعض المباشرات اللي السابقة عن موضوع الرصد وتناقشنا فيه، حكينا ليش كان موجود الرصد أو ليش اخترعوا وجود الرصد أو ليش سووا هاي الإشاعات هاي بوجود الرصد وبوجود اللجم ووجود الأمور هاي. تمام، طبعا استشهادا في الدكتور زاهي حواس اللي هو وزير الآثار السابق في مصر، حكى عن لعنة الفراعنة. تمام، وعن اللعنة اللي صابت لما فتحوا مقبرة توت عنخ آمون. تمام، واستشهادا فيه حكى عند استكشاف اللورد كارنافون وهوارد كارتر. تمام، عند اكتشافهم من المقبرة هاي، ماشي، بعد فترة مات اللورد كارنافون. تمام، طلعت للشعب وجود اللعنة وانه هو مصاب باللعنة وهو مات عشان اللعنة هاي، لكن الحقيقة انه كان وجود الجراثيم لما فتحوا المقبرة ودخلوا عليها، كان وجود الجراثيم والميكروبات اللي موجودة من الجثث الموجودة في داخل المقبرة هي السبب في موت اللورد كارنافون. تمام، من هون بلش المعتقد، خلينا نحكي الحديث بوجود اللعنة الفرعونية. يعني صاروا يحكوا بموضوع اللعنة الفرعونية بعد ما صار هذا الحكي في اللورد كارنافون. طيب نحكي في موضوع بداية وجود الرصد. طبعا احنا راح نتدرج الموضوع تدريجيا، يعني راح نحكي اول شيء عن الحضارات وراح نحكي بعدين عن وجود الرصد والى اخره. بنحكي منذ بداية التاريخ وبداية وجود المقابر وثقافة دفن الجثث في غرف تحت الارض. يعني الثقافة هاي بلشوا فيها انه هم بدهم يسووا المقابر تحت الارض. طبعا احنا بنحكي باللغة العامية عشان يكون اسهل للوصول للمشاهد. تمام، وعملوا سراديب وابواب، واهتم الانسان القديم بوضع جثث داخل المقابر. ماشي، طبعا اهتمامهم كان في بعض المناطق واماكن مهمة بحسب اهمية الشخص المدفون. يعني اذا كان هذا الشخص مهم مقدارا مثلا في المنطقة، فكانت المقبرة يغلبوا حالهم فيها، خلينا نحكي يغلبوا حالهم فيها ويحطوا سراديب ويحطوا إلى آخره ويحطوا غرف تحت الأرض و و و و لأنه مهم الشخص هذا. في مقابر بتلاقوها فوق الأرض مش مهم. تمام، إذا حسب أهمية الشخص كان يشتغلوا على هاي السراديب، سراديب المقابر طبعا. بنقول فسابقا كان هناك تسابق في أهمية المقبرة وشكلها الداخلي. تمام، وكانت هذه دلالة على أهمية الشخص المدفون، فكلما كان هذا الشخص ذو مكانة وأهمية كانت المقبرة عبارة عن إعجاز في التصميم مثل ما بتشاهدوا في الصورة. تمام، وهذا كان بداية العصر اليهودي اللي احنا بنحكي عنه، اللي هو طبعا اللي سكنوا عندنا هنا في الأردن اللي هم العموريون، اللي هم العموريون والكنعانيون. الكنعانيون كانوا في فلسطين فسميت هي بلاد كنعان، والعموريين كمعموريون كانوا موجودين عندنا هنا في الأردن. تمام، فبدأت خلينا نحكي المقابر تأخذ شكلها الأول، يعني بدأت المقابر تأخذ الشكل الأول في البناء الداخلي للمقبرة. يعني بدأوا في النحت كما بنشوف في الصورة، بدأوا في النحت وبدأوا في الشغل داخل المقبرة، يعني يعطي الشكل الهندسي الدائري أو يعطي الشكل الهندسي المربع أو المستطيل تحت الأرض، وجود أبواب، وجود محراب، ووجود الأمور هاي كلها. يعني بداية، خلينا نحكي بداية تشكيل المقابر تحت الأرض. كانوا بيعتمدوا في البداية على الأعماق، يعني كل ما زاد العمق كل ما زادت أهمية الشخص المدفون أو العائلة المدفونة. يعني كل ما نزلوا للأسفل فأعطوا أهمية أكثر. ماشي، إذا أخذنا أهمية الشكل الداخلي للمقبرة إن كان مستطيل إن كان مربع إن كان بشكل قوسي إلى آخره. ثانيا أهمية العمق مقارنة بأهمية الشخص اللي موجود.
أهمية العمق مقارنة بأهمية الشخص الموجود اللي هو المدفون في الداخل. وصلت الأعماق لأكثر من 30 متر تحت سطح الأرض، ووضعوا السراديب كمداخل لهذه المقابر، واعتمدوا في المقابر وجود تلال مدفنية. طبعا احنا اول شيء نحكي ليش اعتمدوا السراديب، حكينا في مباشر قبل انه السراديب هاي وضعت لزيادة يعني بدهم يتعبوا الميت ماشي عشان يوصل للعالم الآخر، لازم يدخل في هاي السراديب ولازم يتعرض للحياية والعقارب والأمور اللي لازم تصير فيه قبل ما يوصل للحياة الثانية، حسب قوته هو باستطاعته انه يتخطى هاي السراديب بوصل للعالم الثاني، بوصل للجنة تبعتهم او ما بعرف وين، تمام. فوضعوا السراديب لهذا الموضوع. طبعا هي كانت مداخل، يعني احنا بكل الاحوال هي مداخل، مدخل مهرب. طيب وجود تلال مدفنية، وذكرنا هذا الموضوع في حلقة سابقة، في حلقة مباشرة سابقة، وجود تلال مدفنية جبلية، وسميت هذه التلال بتلال المدفنية، وقد كانت هذه التلال تتميز بالارتفاع عن سطح الأرض، واختاروا التلال في المناطق المنبسطة والسهلية. يعني اختيارهم كان، حكينا في المباشر، انه مجرد ما تشوف اصلا مجرد ما تشوف تل مدفني غير متصل في تل ثاني فهذا تل مدفني، يسمى بالتل المدفني نظرا تقدر تشوفه، تل لحاله بيجي هذا ما يسمى بالتل المدفني، تمام. طبعا وقد ميزت هذه التلال بأنك كباحث تستطيع أن تراها وتميزها من بعيد، وقد وضعت إشارات ودلالات على هذه المناطق بسبب أو برسم عدة إشارات مثل إشارات الأسهم والجرون مثل ما أنتم شايفين في الصورة المربعة والمستطيلة مع التوجيه، تمام. يعني تل مدفني موجود الآن، التل هون المنقلة احنا بنسميها منقلة او الجرون او الى اخره، كلها متوجهة اتجاه واحد. يعني اذا اخذنا على التل الموجود، اذا اخذنا الجرون الموجودة هون، بعدين اخذنا الجرون الموجودة هون، اذا توجيه هاي الجرون رايح باتجاه خلينا نحكي الشمال، وتوجيه هاي الجرون رايح باتجاه الجنوب، اذا التوجيه من هون توجيه من هون رايح باتجاه واحد اللي هو اتجاه بوابة المدفن او مدخل المدفن. طبعا مدخل المدفن بالتلال المدفنية لا يتعدى 30-40 سنتي، لكن بيكون مخفي باحترافية، يعني مشغول بطريقة احترافية، يعني ما بيبين على، يعني انت بتلف على التل المدفني ما بيبين عندك الباب بكل سهولة. طيب حكينا وضعت اشارات ودلالات على هذه المناطق برسم عدة اشارات مثل اشارات الاسهم والجرون المربعة والمستطيلة مع التوجيه في كل الاحوال الى مكان البوابة. ومن التلال المدفنية موجودة في الأردن، طبعا احنا نحكي عن التلال المدفنية موجودة في الأردن، تلك الموجودة في منطقة الأغوار الشمالية، منطقة الكرامة، في هناك تلين مدفنيات مستكشفات طبعا من دائرة الآثار ومشيك عليهم، عادي بتقدروا تزوروهم إذا بدكم. وقد وجد هناك أكثر من تل مدفني يحتوي على غرف مدفنية، وهذه كانت للحضارة اليهودية الكنعانية أو الحضارة العمورية، كانت موجودة في هذه المنطقة. ومن التلال المدفنية أيضا تلك الموجودة في منطقة عراق الأمير في بياد الوادي السير، صورناها إحنا قبل مرة في الفيديو اللي عنا تبع عراق الأمير، لما لقينا اللوحة اللي فيها المستطيلات وتوجيهها باتجاه تل مدفني، وأشرنا عليه وقلنا هذا هو التل المدفني اللي موجود في المنطقة. طبعا منطقة عراق الأمير في بياد الوادي السير كانت تابعة طبعا للحضارة الناطوفية، هاي يعني تعود خلينا نحكي ما قبل اليهودية، تمام، ما قبل اليهودية. طبعا الناطوفية برضو استخدموا نفس العملية بالتلال المدفنية. طيب نرجع لموضوع الرصد والإشاعات في هذا الزمن خلينا نحكي. طيب قد كان الأوائل وكما ذكر سابقا يهتمون بالمقابر وقدسيتها لهم، ولكن تلك الأوقات كثر النهب والسلب. الآن نرجع نيجي لموضوع الرئيسي تبع الرصد، وليش طلعت الإشاعات تبع الرصد، وليش طلعت إشاعات اللجم، وليش حكينا في هذا الموضوع. في تلك الأوقات كثر النهب والسلب، وكانوا ينهبون المقابر، وحتى يكون هنالك أمان للمقابر الموجودة
في زمن الحضارة الكنعانية أو العمورية اتفق أن يكون هناك إشارات تحذيرية زي ما أنتم شايفين هسه تدل على وجود المصائد بالمقابر، ولكن ذلك لم يمنع الناهبون من دخول المقابر ونهبها لاحتوائها على الكنوز والمقتنيات الشخصية. يعني حتى وجود الإشارات الدالة على المصايد أو الدالة على وجود الرصد مثل إشارة العين، مثل إشارة العقرب، مثل إشارة حتى الحية، إشارة هي تدل على وجود رصد، تمام. حتى بوجود هاي الإشارات ما سألوا، كملوا، تمام، كملوا نهب وسلب للمقابر. ما منعهم هذا الموضوع من دخول المقابر ونهبها لاحتوائها على الكنوز والمقتنيات الشخصية؟ طبعا اجتمع وقتها الكهنة، وطبعا هم الكهنة اللي كانوا مسؤولين عن هاي المقابر، كانوا مسؤولين عن معظمها، خلينا نحكي مش عنها كلها، عن معظمها، لأنه في مقابر كانت بتنعمل من الأشخاص العاديين مش كهنة ولا إشي. نحكي اتفقوا باستعمال السحر في المقابر، وذلك لأنهم في ذلك الزمان كانوا يؤمنون بوجود السحر، وأن هناك عوالم أخرى غير البشر موجودين، ويعني كانوا بأمنوا أنه في عالم آخر، اللي هو إحنا هسه بنحكي عنه عالم الجن وإلى آخره، كانوا يأمنوا في وجود هذا العالم الآخر، تمام، وجود السحر، ووجود أنهم بيقدروا يتحكموا في العالم الآخر ويجذبوا لعندهم ويضعوا في المقابر لقدسيتها عشان ما حدا يعبث فيها، تمام. خلينا نقول بدأوا يعتمدون هذه الطريقة لحماية المقابر، ومن هنا بدأ مفهوم الرصد بالشكل الحالي اللي احنا هسه موجودين فيه. ومع مرور الأزمان والحضارات تطور هذا المفهوم وكثرت القصص والأحاديث في هذا الموضوع، فبدأت القصص تروى بأن فلان رأى شيئا غريبا، خلينا نحكي شاف شغلة بتحوم في المنطقة، في منطقة المقابر، تمام، فأجا قال لفلان والله شفت إشي أسود هيك رايح جاي عند مقبرة فلان، هذا راح حكى لهذا وهذا راح حكى لهذا وهذا راح حكى لهذا وهذا راح حكى لهذا، انتشرت الإشاعة، تمام. وهسه راح نفهم ليش انتشرت الإشاعة، وهسه راح نفهم ليش. خلينا نحكي وكثرت القصص والأحاديث في هذا الموضوع، فبدأت القصص تروى بأن فلان رأى شيئا غريبا يحوم في منطقة المقابر، وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص كانوا من طرف الكهنة، يعني تبعين الكهنة نفسهم، كانوا يقولوا لهم روحوا احكوا هيك 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 على أساس تبلش الإشاعة، لتثبيت الفكرة لدى العامة بوجود السحر والرصد على المقابر. فبدأ العامة بتناقل هذه القصص حتى أصبح هذا المفهوم حقيقة لا مهرب منها، يعني من كثر ما حكوا في هاي الإشاعات صارت حقيقة، صار مفهوم الرصد بالنسبة للمقابر اللي هم كانوا يحموها، اللي هم الكهنة اللي هم كانوا يحموها، صارت حقيقة بالنسبة لهم انه في رصد وانه موجود الرصد، تمام. وفي ذلك الوقت تقريبا تناقص، يعني نزل المؤشر، تناقص النهب الى النصف، يعني السلب والنهب تناقص الى النصف، مما اعطى راحة للكهنة الموجودين، وهذه كانت بداية موضوع الرصد والمفهوم المتناقل عبر الاجيال. إذن نفهم من هذا الموضوع أن الرصد وبدايته كانت فقط لحماية المقابر الموجودة عن طريق الكهنة، يعني ما كان في إشي ثاني غير أنهم بدهم يحموا هاي المقابر وما بدهم حدا يدخل على هاي المقابر، لأنهم هم المسؤولين عنها، لأنهم لازم يحموها، لأنه بالنهاية الموضوع بخصهم هم أو بلمسهم هم، تمام. مع ظهور الحضارة الرومانية الوثنية وزادت الثروات في المنطقة، وأصبح التعامل بالذهب ووجود العملات البرونزية التي كانت لها قيمة في ذلك الزمان، يعني كان عندهم قيمة للعملة البرونزية اللي هسه احنا بنلاقيها مما لهاش قيمة، تمام. ووجود الإقطاعيين في كثير من المناطق، أي أن الأموال والذهب عند شخص معين والذي يعمل عنده الكثير من الناس، وضعت مقابر جديدة للإقطاعيين، ورجع النهب والسلب للمقابر، لأن هم كانوا عندهم برضو نفس المفهوم اللي هو لازم يوضع المقتنيات الشخصية مع الشخص اللي بموت أو في المقبرة لهذا الشخص. إذا إقطاعي لما بموت بيكون
نسبة الأموال أو نسبة المقتنيات الشخصية عالية، فبضعوا معه لهاي. رجع النهب والسلب مرة ثانية، وبدأت حكايات الرصد بالرجوع. ولكن في هذا الوقت بدأ الكهنة الموجودين بتثبيت الإشارات الموجودة بالبصمات زي ما انتم شايفين بالصورة، وهذه بصمات الأشخاص الذين حفروا المقبرة، وذلك لعلم الكهنة، يعني عشان الكهنة يقولوا للأشخاص اللي حفروا المقبرة هي بصماتكم موجودة عندنا، يعني أي نهب راح يصير للمقبرة اللعنة والسحر والرصد راح يجي عليكم، راح يضلوا يطاردكم طول حياتكم. تمام؟ ليش هم سووا الحكي؟ لأنه لعلم الكهنة بأن الأشخاص الذين حفروا المقبرة هم نفسهم من كان ينهبها، يعني هم نفسهم كانوا يسلبوها وينهبوها. طبعا ليش؟ لأنهم لعلمهم بمكان البوابة وماهية الدفين، إنه إيش هو الدفين أو الكنوز الموجودة في المقبرة. فثبت الكهنة الإشارة ببصمات العمال حتى يقولوا أن من ينهب المقبرة وبصمته موجودة ستحل عليه اللعنة وستطارده الرصد مدى الحياة. تمام. ونحن نرى أن أغلب الأبواب أو إشارات المداخل تحتوي على بصمات كثيرة، وأنا حكيت هذا الموضوع في الفيديوهات عندي، وكان هذا هو دلالة الموضوع ليش موجود البصمات كثير على البوابة. وبدأ النهب بالتناقص مرة أخرى، ومع دخول المسيحية اللي احنا نحكي عن البيزنطيين هسه، رفضوا فكرة وجود السحر والرصد، وهذا ما نراه في بعض مقابرهم أن البوابة ظاهرة للعيان، يعني المقبرة البيزنطية بتلاقي البوابة طالعة نصها فوق الأرض، يعني بتقدر تشوفها، بتقدر تعرف إنه هاي هي البوابة طالعة نصها فوق الأرض، مثل إشارة اللجف اللي جينا حكينا عنها. ليش موجود إشارة اللجف؟ بوابة بيزنطي، بوابة هون، هاي إشارة لجف. ليش اليهودي ما في إشارة لجف؟ اليهودي إشارة اليهودي ما فيها إشارة لجف. تمام؟ إذن البيزنطي اعتمد وجود إشارة اللجف أو وجود البوابة قريبة من سطح الأرض. طيب حكينا رفضوا فكرة وجود السحر والرصد، وهذا ما نراه في بعض مقابرهم أن البوابة ظاهرة للعيان، وقد كانوا خاطئين في هذا الموضوع. فأغلب المقابر الرومانية الحديثة اللي هي اللي بنحكي عنها الوثنية منهوب، وظهر مجموعة جديدة من القساوسة رفضوا موضوع سرقة المقابر التي كانت تحدث في ذلك الوقت، فبدأوا بموضوع الأرواح وأن هذه الأرواح تبقى في نفس المقبرة، يعني الأرواح ضايلة في نفس المقبرة ما بتطلع من المقبرة، وأن أي شخص سيدخل هذه المقابر للأرواح راح تأذيه. تمام؟ وراح تمنعه من سرقة المقبرة. وهذا أيضا مفهوم الرصد لكن بطريقة ملتوية، يعني الأرواح أو الرصد أو الجن أو حارس المال أو إلى آخره هو نفس المفهوم، لكن هذا أخذه بالطريقة هاي، هذا أخذه بالطريقة هاي، هذا جابه من هون. تمام؟ يعني هي نفس الفكرة. ومنكمل ونقول استمر هذا الوضع لأكثر من 1000 سنة، ومفهوم الأرواح الشريرة والرصد والسحر يتناقله الأجيال عن حتى ظهر الإسلام لأول مرة، ظهر فيها الإسلام رافضا هذه كل هذه الأفكار والمفاهيم عن المقابر، وأبقى على قدسية المقابر، يعني أصلا المقابر اللي كانت موجودة اللي هي اليهودية المسيحية إلى آخره، لما أجى الإسلام أبقى على قدسيتها، ما راحوا نهبوها أو ما راحوا دخلوا عليها وكسروها وإلى آخره، خلوا القدسية المقابر مثل ما هي. تمام. وأن الأموات لهم خصوصية، وكما تعلم تمام بالإسلام أن أماكن المقابر تغيرت وأصبحت أراضي مفتوحة، مثل المقابر اللي احنا بنشوفها هسه كلها أراضي مفتوحة وقبور عادية، وأن المقابر وضعت على عمق بسيط نحكي عن مترين، وذلك فقط لدفن الجثة، لعلم المسلمين أن أرواح الأموات تذهب من الجسد وأنها تكون في مكان مثل البرزخ بانتظار يوم القيامة وإلى آخره. ولكن في تلك الأوقات كثرة الحروب بين المسلمين وبين الصليبيين وكثرة الجثث، واعتمد الصليبيون مفهوم المقابر الإسلامية، يعني كانوا الصليبيين نفسهم يعتمدوا نفس مفهوم المقابر الإسلامية بالانبساط الأرض
تمام، وموجود المقابر اللي احنا هسه بنشوفها، المقابر المسيحيه اصلا هسه بنشوفها جايه صف جنب بعض زي ما هي المقابر الاسلاميه. فوضعوا لهم مقابر مثل التي عند المسلمين، لانه لم يكن هناك وقت لعمل مقابر تحت الارض بالمفهوم السابق اللي هو الغرف اللي تحت الارض والسراديب والى اخره. وابقوا على فكره ان المدفون او الشخص المدفون يجب ان يوضع معه المقتنيات الشخصيه التي يملكها. وهذا المفهوم موجود حتى في ايامنا هذه عند الطوائف المسيحيه. لهذا في بعض الحفريات وجدت سيوف وعملات وقطع ذهبيه في مقابر الحروب، اي كان الشخص يدفن كما قتل. تمام؟ بما في جيبه وما معه، يعني معاه سيف، معاه شوية عمل في جيبته، معاه مش عارف ايش، بأواعي يدفن بما معه. وبقي مفهوم الرصد في التناقل ايضا، يعني رجع مفهوم الرصد وخلي ظله ماشي بالتناقل خطوة خطوة. حتى لا يعبث احد بالجثث الموجودة. وفي نهاية الموضوع اجا مين؟ الاتراك. شو اجوا سووا الاتراك؟ في العهد العثماني انهوا معظم الحروب الصليبية في المنطقة، تمام، واحتلوا مناطق كثيرة واصبحت من ضمن الدولة العثمانية، وكانت العملة الرسمية الذهب، لان البيزنطيين وحضارتهم القوية والغنية انذاك كانت التعامل فيها بالذهب، ولكن كانت قيمة الذهب في ذلك الوقت ليست كالقيمة في التعامل الان. يعني قيمة الذهب هناك، يعني باخذ العملة الذهبية بروح بشتري فيها ربطتين خبز وكاسة لبن وطبق بيض، تمام. نكمل. فقد كانت قيمة للذهب ضعيفة، إذا يعني خلينا نحكي أغلب الناس كانوا يملكون الذهب للتعامل اليومي، وكانت رواتب العثمانية، الرواتب العثمانية تدفع بشكل دوري بقيمة الذهب. أي على سبيل المثال راتب الجندي العثماني بالشهر 10 قطع نقد ذهبية اللي هي الرشادي. وخلينا نحكي هنا العشر قطع قديش بيطلع، يعني نحكي قديش راح يطلعوا العشر قطع. وقد كانت القطعة توزن ب 7.2 جرام، يعني قيمته حاليا 270 دينار. قيمة القطعة الواحدة اللي هي 7.2 270 دينار أردني، تمام. نحكي على 10 قطع بنحكي على 2700 دينار، يعني راتب الجندي العثماني كان بحدود ال 2700 دينار في وقتنا هذا، بدنا نحكي عن الوقت اللي احنا فيه. لكن قيمتها قديما لم تكن عاليه، اي انه بامكان، او خلينا نحكي يعني يدوب يكفي حاله، يعني انه بامكانه ان يكفي نفسه وبيته لمده شهر واحد فقط. واحنا بنحكي 2700 دينار ويدوب يكفي حاله شهر. طبعا 2700 دينار الان ممكن تكفي شخص 6 اشهر لقدام، تمام. وعلم ايضا ان الجندي العثماني كان يقضي سنوات قبل العوده الى بلده ومنزله. وكل هذه خلينا نحكي الرواتب والاموال اللي جمعها يبقيها في خزينه لدى قائد الفرقه والفصيل الموجود. ومع كثرة الحروب والغزوات كان تتعرض الفرق الموجودة للغزو البيزنطي. كان القائد يأمر جنود بوضع هذه الخزنة أو الصندوق في حفر عميقة قد تصل إلى 10 أمتار. يعني اللي بيجي بيقول لك مترين وخلص، لا، ممكن تصل إلى 10 أمتار، لأنه المجموعة كاملة كانت تحفر، لأنه المجموعة كاملة بهمهم يحفروا هاي الحفرية، خلينا نحكي، لأنه كلهم مخبين رواتبهم فيها، زي حاطينها في خزنة ومخبين رواتبهم فيها، روحوا بيرجعوا، راح يرجعوا ياخذوا رواتبهم ويكملوا. طبعًا في بعض الصناديق وجدت داخلها صرر، وكل صرة عليها اسم، إذًا كانت رواتب. لما بيجوا يقولوا هاي صناديق الرواتب، كانت كل صرة عليها اسم الجندي اللي موجود عشان بس يرجع ياخذ الصرة تبعته ويكمل حياته كامل، تمام. وضع علامات في المنطقة ورسم الخارطة، طبعا علامات تمويهية كلها كانت، ورسم خارطة الدالة على وجود هذا الدفين، وهذا ما نراه في بعض الدفائن الموجودة او بعض الخرائط الموجودة، والتي عبر خلينا نحكي يعني كلها اشارات تمويهية، ولقوها في المناطق، في مناطق لقوها هاي الخرائط، طبعا كلها اشارات تمويهيه زي ما حكينا،
فقط اللي كان يعرفها هو القائد، يعني قائد الفصيل هو اللي كان يعرف هاي الإشارات، يعني يجي يقول لهم حطوا مسمار هون، حطوا كذا هون، حطوا كذا هون، حطوا كذا هون، تمام؟ فكان القياسات والأمور هاي كان يعرفها القائد، وضحت؟ لكن كل هاي إشارات تمويهية، يعني كلها راح تموه، ما راح تعطي الشغل الصح أو ما راح تحكي لك وين الدفين بالضبط، تمام؟ وهنا استحدثوا أمرا جديدا وهو اللجم التركي. الآن دخلنا في موضوع اللجم التركي، ليش وضعوا اللجم التركي؟ أي أنك لن تعثر على هذا الدفين إلا إذا تبعت نفس الطريقة التي وضع بها هذا الطلسم، ولكن بعكس ما قيل به، ولكن يعني خلينا نحكي إنه مثلا حكى طلسم معين، انت لازم تيجي تحكي عكس هذا الطلسم، هو حكى الطلسم بشكل معين، انت بدك تيجي تحكي عكس الطلسم عشان ايش؟ تفك اللجم. طيب، ولكن لا يعرف هذا الطلسم الا من وضعه، ففي هذه الحالة لا يمكن فك الطلسم نهائيا. وبدأت الاقاويل بوجود اللجم التركي وصعوبة فكه حتى يومنا هذا، يعني اشاعة وجود اللجم هي نفسها اشاعة وجود الرصد، هي نفسها إشاعة حارس المال أو وجود الجن داخل المغارة، نفس العملية، لكن في الزمن هذا كان اسمها أرواح مثلا، أو في الزمن هذا كان اسمها رصد، في الزمن هذا صار اسمها لجم، في الزمن هذا صار اسمها مثلا سحر. إذا هي نفس الفكرة، نفس العملية. طيب، بلاش نحن في الـ خلينا نحكي في الحضارة اليهودية، وحكينا عن الحضارة الرومانية الوثنية، الحضارة الرومانية الحديثة، البيزنطيين، حكينا عن الأتراك، وحكينا إنه كل هاي الأمور عبارة عن إشاعات، يعني فقط لحماية المقدسات أو لا فقط لحماية المقابر هاي الموجودة، يعني ولا أكثر ولا أقل. طيب، اللي سكنوا الأردن، عشان اللي بيسألنا مثلا بقول لك مين اللي سكن الأردن تاريخيا، خلينا نحكي اللي سكنوا الأردن تاريخيا. طبعا أنا الكتابة هاي طبعا كلها من ما أخذتها من حدا، يعني ماشي، أنا حاطها على الورق وكاتبها ماشي، فمش منقول عن أي شخص، هذا كلام كله مش منقول عن أي شخص، فقط المقطع اللي هو له علاقة في السيد زاهي حواس، تمام، وزير الآثار المصري، فقط هذا المقطع، وذكر انه هذا لزاهي حواس، لكن باقي ما تبقى فهو موضوع خاص فيه. طيب، سكن الأردن تاريخيا العموريين، هاي بنشوف من اثارهم طبعا. خلينا نحكي العموريين زي ما حكينا احنا في الموضوع هذا، العموريين في الأردن، كنعانيين في فلسطين، وقد سميت فلسطين ارض كنعان، وسميت عدة مناطق في الأردن بأسماء تلك المناطق مثل أدوميون نسبة إلى آدوم زي ما انتم شايفين هسه بالصور، والمؤابيون نسبة إلى مؤاب، الحشبونيون نسبة إلى حشبون اللي هي منطقة حسبان، حسبان هسه موجودة عندنا في الأردن، مملكة الأنباط اللي هي البتراء، تمام، وسميت طبعا الأنباط لأنهم هم أصلا شعوب من الأنباط. الأدوميون طبعا كانت عاصمتهم بصيرة، وقد كانت لهم علاقات جيدة مع مصر القديمة، تمام، أيام الفرعون رمسيس الثالث، يعني حتى كان في علاقات، خلينا نحكي احنا هي اسمها الطفيلة هسه اللي هم مملكة أدوم موجودة هناك، فكان لهم علاقة في الفرعون رمسيس الثالث، وكان في شغل بيناتهم تجاريا يعني، تمام. المؤابيون كانت عاصمتهم قير حارسة في الكرك، يعني هي الكرك هسه في زمن الملك ميشع، والعمونيون عاصمتهم ربة عمون، عمان حاليا، من آثارهم القلعة التي ما زالت لغاية الآن. احنا هذولا بنحكيهم عشان نكمل موضوعنا كامل، ومن الموضوع هذا اللي خلص حير الكل، واللي الكل بيحكي فيه، والكل بدنا نخلص من موضوع الرصد، ونخلص من الفكرة تبعت الرصد، هي الفكرة النهائية، يعني ما بدنا نرجع نقول رصد، ما بدنا نرجع كل يوم والثاني نقول والله طلع لنا جني، كل يوم والثاني نقول طلع لنا مش عارف ايش من المغارة، كل يوم والثاني نقول واحد انضرب من الرصد، نقول واحد مات من الرصد، لان واحد ماشي بالشارع بنجلط بموت، ليش نقول رصد ضربه خلص روحه خلصت انتهى،
حياته انتهى. موضوع شائك راح نضلنا نحكي فيه ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد على الفاضي. طبعا بنشكركم على متابعة الفيديو، وان شاء الله انه راح يكون احنا على القناة الثانية في قناة الكنوز فيديوهات اكثر واكثر، نحكي عن الحضارات وبنحكي عن الامور هاي من خلال دراستنا، من خلال مفهومنا للامور هاي، بنوصل لكم اياها معلومات بسيطة ودقيقة. شكرا جزيلا للمتابعة، وان شاء الله في حلقة جديدة. اهلا وسهلا.